بدينا بدوره خط النسخ ان شاء الله التطويريه للمستوى الثاني، وهذه الدوره كان بها منهج وهو شرح سوره الفاتحه، اخذناها من البسمله وكافه الايات شرحناها وزنها على السطر، وكذلك قياسات الاحرف، واخذنا الابجديه مع هذه السوره. طبعا الدافع لاقامه مثل هذه الدوره هو رفع مستوى الخطاطين في مدينة الموصل إلى المستوى الأحسن أو الاحترافي، وكذلك إحنا وجدنا عندهم مؤهلات كلش قوية فاعتنينا بهم، وإحنا نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولغيرنا في إقامة مثل هذه الدورات. الخطاط لؤي القبان. في بادئ الأمر نشكر الأستاذ لؤي القبان على هذه المبادرة الرائعة بإقامته دورة مجانية للخطاطين ودعما منه للشباب على الحفاظ على هذا الموروث الحضاري والإسلامي الذي نعتز به نحن كعرب وكمسلمين بشكل عام، كونه يعني يرتبط ارتباط مباشر باللغة العربية والقرآن الكريم. كما أنا أعتبر حقيقة أن هذا الخط هو له روحانية تماثل روحانية اللغة العربية وجمالها وندرتها بشكل عام. أيضا يعتبر الخط العربي يعني للفقير مال وللغني كمال وللإمام جمال، وبشكل عام فإن هذا الخط العربي يعتبر نقطة أساسية ومرتكز أساسي في الحفاظ على موروثنا الإسلامي بشكل عام وموروثنا العربي. بداية نشكر راديو الغد لهذا الحضور المميز، كما نشكر الأستاذ المبدع المتألق أستاذ لؤي لإعطائه جزءا من وقته الثمين لدورة النسخ المجانية لإحياء هذا التراث، لإحياء هذا الفن الذي يعكس ثراء الثقافة العربية، لهذا الفن الذي يعطي القيمة الجمالية للكلمة المرئية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته ويوفق الجميع.